فخر الدين هزيمه مشرفه قالوا الكباتن، لكنها موجعه وموجعه كثير. بسم الله الرحمن الرحيم. صحيح نتيجه مشرفه عند البعض، لكن ما عندهمش فكره على خيبه الامل اللي يحسوا فيها في الـ يعني لو تفضل فخر الدين المايك هذا مش مشكل. قلت لك صحيح يمكن عملنا مباراة كبيرة اليوم، لكن يعني حسرة كبيرة في حجرات الملابس الحين. الله غالب، حبينا نفرح الشعب التونسي الكل، عملنا مباراة كبيرة دفاعيا هجوميا، استغلينا يعني المنافذ اللي خلاها لنا المنافس. صحيح كنا نجمو نعملوا خير هجوميا، لكن في المجمل عملنا كل شيء لازم يتعمل. الغالب قلقونا كثير بالكرات الثابتة اليوم، واحدة منهم جابت الهدف في الدقيقة الأخرى، كما قلت لك حسرة كبيرة وكبيرة برشا. طبعا الخدوهات مش مشكلة في ظروف التقنية، طبعا اليوم الهزيمة شفناها، لكن تكتيكيا أيضا المنتخب التونسي في كامل التصفيات وحتى في الوديات قدم ردود ممتاز لما من خلال امتلاك الكرة. دفاعيا نعرفوا فما هانات، اليوم يعني تقريبا المنتخب التونسي هجوميا ما شاهدناهش إلا في كورتين ثلاثة ماكسيموم، وقبلتوا كثير لعب حتى أنت في الشوط الثاني، ربما كان ناجح الشوط الثاني دفاعيا، تحولت لما الكرة عن المنتخب الإنجليزي لظهير أيمن ودخل دينان إلى عمق الدفاع كثالث لاعب. صحيح يعني كما كل فريق وكما لعبنا في الأشهر اللي فاتوا حبينا نمتلك الكرة، لكن يعني الناس الكل تعرف اصطدمنا بفريق كبير، فريق عنده خصال هجومية كبيرة، يعني سريعين جدا القدام. هذا اللي خلانا نوخروا ناخذوا الحذر باش نقوموا بالمسانده اللازمه للدفاع، خاصه وانه في الشوط الاول لما كنا يعني في الخطه العاديه نتاعنا قبلنا اللعب، ويعني المنافس خلق عده فرص يعني كبيره، هذاك اللي خلانا في الشوط الثاني يعني نقوموا بمباراه تكتيكيه كبيره وكبيره جدا. لكن كما قلت لك حسره كبيره الهدف في الدقائق الاخرى. حبينا نفرحوا الشعب التونسي الكل، حبينا الناس الكل تكون فخورين بينا، ان شاء الله ما نهبطوش ريوسنا لهنا، مازالوا زوز مباريات باش نكملوهم 100% باش نحاولوا نشرفوا المريول اللي لابسينه ان شاء الله. شكرا لك فخر الدين بن يوسف. طبعا هشام كان هذا فخر الدين بن يوسف، لن اطيل كثيرا، تاثر واضح ان شاء الله، الدموع اللي شاهدناها في نهايه المباراه لفخر الدين تنقلب افراح، مازال المونديال ان شاء الله بمردود افضل وحظ اوفر. هشام.